السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة انجليش ويد حلمي. اليوم غادي نشوفوا المعجم او المصطلحات ديال الوحدة الاولى اللي هي the gifts of youth، اي مواهب الشباب. So let's get started. لنبدأ. اذا من خلال هذا التمرين هذا غادي نتعرفوا على هذه المصطلحات او الفوكابولري ديال هذه الوحدة. Fill in the blank with the appropriate word from the list. إذا عندنا هنا واحد لا ليست ديال المصطلحات أو المعجم، وعندنا هنا تعاريف. إذا غادي ناخذ المصطلح المناسب لكل تعريف. Vigor قوة، Ambition طموح، Audacity جرأة، Adventure مغامرة، talent موهبة، passion شغف، passion enthusiasm حماس، vitality حيوية، innovation إبداع، imagination خيال. إذن بالنسبة للتعريف الأول natural ability or skill، إذن غادي نشوفوا المصطلح المناسب لهذا التعريف هذا. إذن natural ability or skill اللي هي واحد القدرة أو مهارة اللي كتكون مزيودة في الإنسان طبيعية. إذن talent موهبة، talent the ability to take risks and do dangerous things. What is the suitable word? Adventure هي المغامرة. Adventure a feeling of energetic interest in a subject or activity. So the suitable one is enthusiasm. إذا المفرد المناسب هو enthusiasm. Willingness to achieve success. Willingness to achieve success. واحد الرغبة لتحقيق النجاح أو لتحقيق للوصول إلى النجاح. Yes. إذا المفرد المناسب Ambition. Ambition. Physical strength and health. يعني قوة جسدية أو صحة، أو تكون الشاب في صحة جيدة. Physical strength and health. إذا المصطلح المناسب vigor هي قوة. The ability to form pictures in the mind. يعني كي الإنسان أو الشاب اللي تيكون مثلا عنده واحد الخيال، إذا المصطلح المناسب imagination.
7 courage or bravery. Courage or bravery يعني الشجاعة. Yes, المصطلح المناسب. Audacity. Audacity. جرأة. Activity or energy يعني واحد الحيوية ولا واحد الطاقة. إذا المفرد المصطلح المناسب vitality. Vitality حيوية. Definition number 9, the use of new idea or method. The use of new idea or method. إذا المصطلح المناسب innovation هو إبداع. Innovation. The last one, extreme wish for doing something such as a hobby activity. إذا المصطلح المناسب passion. Passion شغف. يعني تيكون الإنسان عنده واحد الحب ولا واحد الشغف باش كيدير واحد الحاجة، واحد الرياضة أو واحد النشاط. شغف. Passion.